بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. النهاردة البداية بالتأكيد بداية مش عادية، ولكنها بداية استثنائية. النهاردة النادي الأهلي بتاريخ 24 إبريل في 2024 بيحتفل بمرور 117 سنة على إنشاء هذا النادي العريق صاحب القيم والمبادئ والتاريخ والبطولات، مؤسسة رياضية مصرية وطنية ولدت من اليوم الأول بدور إيجابي ووطني وشعبي في مصر منذ 1907 حتى 2024 وعلى مدار 117 سنة. لا موقف اتغير ولا قرار اتغير ولا مبادئ اتغيرت. كل من تولى قيادات إدارات النادي على مدار كل السنوات الماضية مشوا بنفس السياق وبنفس الأداء، وكان شعار كل الناس اللي اشتغلت في النادي الأهلي على مدار التاريخ: الأهلي فوق الجميع، فوق جميع أبنائه، مصلحة الأهلي أهم من أي حد داخل منظومة النادي الأهلي. الانتصارات ليست فقط في القرارات والقيم والمواقف الراسخة والوطنية لهذا النادي العريق، ولكن أيضا الانتصارات في بطولات. لك أن تتخيل بعد 117 سنة دلوقتي انت بتقترب من 150 بطوله، 150 بطوله مش محليه بس، ده محليه وقاريه ودوليه وانتصارات على جميع الاصعده، مش في الكره بس، ده في السله وفي الطايره وفي الهاندبول وفي الفولي، في كل مجال داخل قطاعات النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه تخدم في المقام الاول كمان الرياضه المصريه، داعم اول للمنتخبات الوطنيه. كل سنه وكل اهلاوي، كل سنه وكل مسؤول، كل سنة وكل مدير فني وجهاز، كل واحد اشتغل في منظومة هذا الكيان الكبير أو بينتمي لهذا الكيان الكبير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بنحتفل بمرور 117 سنة. احتفالات الأهلي ليست داخل مصر فقط، روابط المشجعين في كل أنحاء العالم النهاردة، حتى الإذاعات العربية ادخلوا على السوشيال ميديا بتتكلم على 117 سنة لاسم نادي حفر تاريخ كبير جدا من الانتصارات والمواقف التربوية والقيم والمبادئ. الكل بيتكلم عليها، مواقف حصلت في الثلاثينات، في الستينات، في التسعينات، في الألفية الجديدة. ويجدوا كده مع كل حقبة زمنية لازم يكون في درس يفكر الناس. النادي الأهلي سيظل هو النادي الأول صاحب القيم والمبادئ اللي الكل بالتأكيد بيحاول يمشي على هذا السياق، لأن الأهلي على فكرة ليس مؤسسة رياضية فقط، بل مؤسسة تربوية، مؤسسة اجتماعية لها دور كبير جدا في الشارع الرياضي المصري وفي منزل وفي بيت كل واحد منتمي لهذه البلد أو لهذا الشعب أو حتى لهذه الجماهير العريقة. الأهداف التاريخية، الرموز، الأساطير، النادي الأهلي لديه أساطير في كل مجال وفي كل زمان وفي كل لعبة، رؤساء تاريخيين. لو بنبدأ من سعد زغلول، تاريخ النادي الأهلي فيه أسماء كبيرة جدا. الصورة اللي قدامنا دي أول صورة لاجتماع مجلس إدارة في النادي الأهلي، بشوات، ناس بتحب البلد، ناس بتحب النادي. النادي الأهلي أنشئ باسم وتاريخ وطني. النادي الأهلي أنشئ في عهد الاحتلال البريطاني. النادي الأهلي أنشئ من أجل الشعب المصري، والبداية والانطلاقة أكيد كلنا بنجني ثمار كل هذه المواقف الإيجابية دلوقتي لما العالم كله بيتكلم على مكانة هذا النادي اللي فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه وعلى جمهوره. بنشوفه بعد كده في بطولات رغم مواقف صعبة وأيام صعبة مرت على النادي الأهلي في فترات زمنية كبيرة جدا. كل سنة وحضراتكم طيبين. لو هنقعد نتكلم على 117 سنة مش محتاجين حلقات، احنا محتاجين أيام، ولكن كل سنة وحضراتكم طيبين. والنهاردة بالتأكيد هنهتم بكل كبيرة وصغيرة في السوشيال ميديا واحتفال النادي الأهلي بمرور 117 سنة. طيب نروح لسؤال الحلقة، والنهاردة سؤال الحلقة هيكون أيضا له علاقة بهذه الذكرى التاريخية، والنهاردة عيد ميلاد النادي الأهلي 117. عايز أعرف من وجهة نظركم في ذكرى يوم تأسيس الأهلي رقم 117، إيه هي المباراة وإيه هي البطولة اللي مش ممكن تنساها وإنت بتشجع